قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دكتور حافظ غانم إن زيارته الحالية لمصر تأتي لمتابعة معدلات الإنجاز للمشروعات الممولة من قبل البنك الدولي في مصر في عدد من مشروعات البنية التحتية. وأضاف غانم في لقاء خاص لبرنامج أسواق وأعمال يذاع اليوم أو أذيع اليوم في 6 مساء أن معدلات الإنجاز في مشروعات الصرف الصحي في محافظات مصر تفوق نظيرتها في مختلف دول العالم. أنا كنت مع سيادة وزير الإسكان بنتفقد تفقدنا مشروعين، مشروع الصرف الصحي اللي هو في منطقة الدلتا، ورحنا زرنا مشروع الصرف الصحي في محافظة الدقهلية. وصراحة أنا يعني أنا كنت النتائج اللي احنا شفناها مشجعة جدا أو في اتجاهين. الاتجاه الأول هو سرعة التنفيذ، يعني اللي أنا وكان معايا زملاء اللي هم خبراء صرف صحي في البنك الدولي جايبهم معايا من واشنطن، فهم بيشوفوا نفس المشاريع دي في كل أنحاء العالم، فقالوا لي اللي احنا حققناه في مصر في 8 أشهر عادة بنحققه في البلد الثانية في سنة.